يا جماعة الخير، بس بدي إياكم تسمعوا شو قال منسق الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان اللي استقال وقت استقالته. شو بيقول؟ بيقول سيتانكا هاللي عم بيصير بجزة هو مثال حرب الإبادة، سيتانكا ديكول لحرب الإبادة. معقول اليوم يروح 7000 طفل و4000 أم وضحايا مدنيين أكترون، ضحايا العسكريين من حماس مش رايح غير 10% منهم. بس اللي عم بيصير هون هو حرب إبادة جماعية، إبادة جماعية بالقرن 21، وساكتين الدول، وتنظيف إثني مخطط له ومبرمج بمباركة المجتمع الدولي. وهيدا الشيء اللي بيحزنك أكتر شيء. قضية انتخاب رئيس الجمهورية قضية مفصلية اليوم. نعم. لأنه إذا كان إجا مثل العادة، إذا كان إجا رئيس ما عنده زغل من حين من ناحية الفساد، 80% من الأشياء بتزبط لحالها لحالها، ما بدها PhD لحتى تزبط. بس جيبي لي حدا يفكر لبنان مثل الرئيس فؤاد شهاب قبل، ما هيك؟ جيبي لي حدا يفكر لبنان ويكون نظيف وشعاره نظافة الكف، وبتشوفي إذا كان لبنان كلياته ما بيطلع عد نص نيويورك. بس عمليا أنت مطمن رئيس الجمهورية باقي؟ أنا إن شاء الله ما في هون إذا بدك اتكهن بالجيوبوليتيك، إنما اللي بعرفه أنا إنه إذا كان الهوى برم مثل ما قاله بالعادة يبرم، وقت فل السوري كان الهوى برم، وقت فل الفلسطيني ب82 الهوى برم، يعني بيضل في كونجونكتور انترناسيونال بتخلي أوقات إنه إذا كان هالهوى برم وقرروا انه لبنان رح يكون، لانه اليوم عم بيصير في اعادة تقسيم لكل المنطقة، وقرروا انه لبنان لازم يكون موقعه هون وموقعه همزة وصل ما بين الشعوب العربية ويرجع لدوره الحضاري ودوره، ساعتها بتشوفي انه بين 3 و5 سنين مصرياتك اللي بالبنك بيرجعوا لك ولبنان ما بده كتير. إنه إلى الآن بعض المعارك مفتوحة، بعض الحرب قائمة، بعض على الميدان ما في إثباتات. ونحن نعرف بالسياسة اليوم لتقدر تاخدي خصمك أو عدوك إلى طاولة المفاوضات بدك تكوني رابحتي، بدك تكوني معلني على القليل ميدانيا انتصار بشكل أو بآخر. لهذا السبب إسرائيل إلى الآن لن تستطيع أخذ حماس إلى طاولة المفاوضات، ولا أن تنهي القضية الفلسطينية، كما وأن هناك عوائق أخرى أمام الخيارات الإسرائيلية أو الخطة الإسرائيلية. هناك الجانب المصري الذي لا يقبل لا بالشكل ولا بالصورة أن يكون سيناء بديلا عن الغزاويين. يعني الحديث هلأ الجيش الإسرائيلي ما فعله هو قوة تدبيرية، وهذا ما في حدا عنده خلاف عليها. يعني ما حدا عنده خلاف أنه الجيش الإسرائيلي قادر على هالشيء. لأن هيك أنا بقول انه في فتيلة حرب رح تكون، واكيد رح يكون لها انعكاسات بشكل او باخر على المنطقه ككل،